بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتنا للباثولوجي أو اليوتيوب باثولوجي تشانل عند صلاح صفية. ودي طبعا قناة متخصصة في الباثولوجي أو الأبلايد هيستوباثولوجي. وطبعا بنطلب منكم أن انتوا تشتركوا في القناة علشان يكون جديد في الباثولوجي، وكمان تفعل الجرس. واحنا طبعا مستنيين تعليقاتكم وكومنتاتكم، واي استفسار احنا جاهزين للرد عليه في اي وقت، عشان باذن الله نستفيد كلنا مع بعض من الفيديوهات ومن الشرح اللي احنا بنقدمه. تمام، النهارده باذن الله هنتكلم على المحاضره او الشابتر بتاع الالكترون مايكروسكوب. وده الحقيقه شابتر مهم جدا جدا في الباثولوجي وكمان في الهيستولوجي، مش بس في الباثولوجي بس، احنا طبعا بندرسه في الابلايد هيستوباثولوجي، لان انت كفني معمل ممكن طبعا تتوظف او تشتغل في مكان في الكترون مايكروسكوب، فلازم طبعا يكون عندك البيزك انفورميشن او المعلومات الاساسيه اللي تؤهلك للتعامل مع الالكترون مايكروسكوب، وازاي تحضر العينات بتاعته. و طبعا الموضوع ده مهم جدا ومفيد جدا لكتير من العيانين، وبيشخص امراض كتيره جدا زي ما هنتكلم دلوقتي. طبعا معاكم دكتوره هند صلاح مدرس الباثولوجي. الفكره بتاعتنا بان احنا نعرف ايه هي الاوبجكتيفز او ايه الحاجات اللي احنا ان شاء الله هنتكلم عليها في المحاضره بتاعه النهارده. اول حاجه هتتعرف على التكنيك اوف سامبل فيكسيشن اند بريباريشن، يعني ازاي ان انا بجمع العينات وبحضرها وبجهزها واعمل لها بروسيسنج علشان اقدر افحصها تحت الالكترون مايكروسكوب. تاني حاجه هتعرف التكنيك اوف سيكشننج اند روتين ستيننج، ازاي بنقطع العينات، بنقطعها على ايه، شكل الميكروتوم ايه، اسمه بصبغها بايه، ايه انواع الصبغات اللي هي خاصه بالالكترون مايكروسكوب سلايدز او سبيسيمين، لها طبعا صبغات معينه، مش بقى الروتين اتش اند اي ولا الحاجات حتى بتاعه السبيشال ستينز، لا دي صبغات خاصه وهنتكلم عليها دلوقتي بالتفصيل. بعد كده هتتعرف على تكنيكس معينه بتتعمل في الالكترون مايكروسكوب، حاجه اسمها الاميونو جولد ليبلنج اند كرايو تكنيكس، ودي زي كده الاميونو هيستوكيمستري بس مع الالكترون مايكروسكوب، يعني ان انا بدور على انتجين او حاجه معينه، بروتين معين في السبيسيمين بتاعتي وعايز اظهره، فبستخدم له حاجه زي الاميونو هيستوكيمستري كده، بس بعملها حاجه اسمها اميونو جولد ليبلنج. تمام. وهنبتدي مع بعض ازاي تعمل سلايد بريباريشن او سبيسيمين بريباريشن للترانسميشن الكترون مايكروسكوب اكزامينيشن. تمام، هنقول مع بعض الاول ان الالكترون مايكروسكوب ده بيعتمد على السورس اوف اليومينيشن بتاعته او مصدر الاضاءه بتاعته، او ايه هو الحاجه اللي احنا بنشوف بيها، اللي هي حاجه اسمها بيم اوف الكترونز، يعني شعاع من الالكترونات بيجي من تحت كده من الالكترون مايكروسكوب وبيعدي من السبيسيمين بتاعتي، ومش بس بيعدي منها، ده كمان بيتفاعل مع الجزيئات بتاعتها علشان بعد كده يطلع لي الصوره او يطلع لي الحاجه اللي انا بدور عليها في السبيسيمين. يبقى انا عندي البرنسبل بتاعته او الاساس بتاعه هو بيشتغل بايه، بحاجه اسمها البيم اف الكترونز، وده اتكلمنا عليه قبل كده في المحاضره الثالثه لو تفتكروا بتاعه الاذر تايبس اوف مايكروسكوب في اول شابتر خالص، وكنا اتكلمنا خدنا نبذه كده عن الالكترون مايكروسكوب. تمام، فده الالكترون مايكروسكوب بيستخدم حاجه اسمها بيم اوف الكترونز، بيعدي من خلال السبيسيمين بتاعتي، بخليها بقطعها على حاجه اسمها الترا مايكروتوم، بخليها الترا سين سبيسيمين، يعني رفيعه قوي 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 لدرجه انها ممكن تكون ترانسبيرنت انت اصلا مش شايفها، ومش شايفها بعينك يعني، انما ممكن تشوفها طبعا تحت الميكروسكوب، وبيعدي من خلالها البيم اوف الكترونز ده وبيتفاعل معاها، وبشوفها بعد كده بالصوره اللي احنا هنوريها لكم دلوقتي. بتكون بقى صوره، تمام، صوره بتتكون لما بيعدي الالكترون بيم ده من السبيسيمين بتاعتي، بيتفاعل مع الجزيئات بتاعتها بطريقه معينه. تمام، وبلقط انا بقى الصوره اللي طالعه على ايه، على حاجه ممكن تكون ايمجينج سكرين، تمام، فلوريسنت، دي حاجه ممكن كمان على حاجه اسمها ايمجينج بليت، لاير اوف ايمجينج بليت، او ان انا بلقطها بحاجه اسمها سي سي دي كاميرا، وده طبعا معظم الاحيان يعني بنستخدم احنا ايه، بنصور على طول، يعني بدل ما القط بقى واسيب بتاعه كده، لا بصور على طول بحاجه اسمها سي سي دي كاميرا، دي اتاتشد اصلا للالكترون مايكروسكوب، بتطلع لي الصور بتاعته. الصور بتاعت الالكترون مايكروسكوب دايما بتطلع بالشكل اللي احنا شايفينه ده، شايف انت الشكل ده اللي هو الصوره ابيض واسود. ليه بقى؟ هقول لك انا، انت عارف المنظر بتاع الاشعه بتاعت الاكس راي، الاشعه العاديه لما تروح تعمل اكس راي كده، تمام، بيطلع لك الصوره ابيض واسود، صح؟
لان الاكس رايز او الاشعه الاكس دي بتعدي من الجسم تمام، من الانسجه بتاعه الجسم والبون والعظم والرئه واي حاجه انت بتعمل عليها، وكل كل نوع معين من التشو او من الانسجه بيمتص الاكس رايز دي بطريقه معينه. في حاجات بتمتصها كلها مثلا زي البون، العظم بيمتص الاشعه كلها، فبيطلع ورا عندك على الفيلم او بتطلع الصوره بتاعته بيضه، فالبون بيبان ابيض في الاكس راي. هي نفس الفكره بقى هنا كده في الالكترون مايكروسكوب. ازاي بقى؟ ان شعاع الالكترونات ده لما بيعدي من العينه اللي هي الالترا سين الرفيعه او دي اللي مصبوغه بصبغات معينه وبيتفاعل معاها، في حاجات بتمتص قوي، في حاجات بتمتص شويه صغيرين، حاجه زي كده يعني، ويطلع الصوره عندك في الاخر بالشكل ده، حاجه اسمها جراي سكال. يعني ايه جراي سكال؟ اللي هو ابيض واسود، درجات من الابيض للاسود، ابيض اسود، رمادي فاتح، رمادي غامق، يسموها مثلا الحاجات السودا الغامقه دي يقول لك الكترون دنس، يعني دنس يعني تقيله، الكترون دنس دي. وفي حاجات الكتروليوسنت يعني خفيفه، في حاجات بتبقى ترانسبيرنت. شايفين احنا المنظر ده منظر ليه خليه و ومتصوره بالالكترون مايكروسكوب، وده شكل الايه الاورجانيلز او المكونات بتاعتها اللي موجوده فيها. كل حاجه بتاخد الالكترون بيم ده بنسبه معينه، لما بتكبر عليها في الصوره شايفين الحاجات السودا دي اللي احنا بنقول عليها الالكترون دينس، وبقيه الماتيريال اللي حواليها او الاورجانيلز اللي حواليها شايفين واخده اللون من ايه، جراي فاتح، جراي غامق كده. يبقى هو السكيل عندي حاجه اسمها الجراي سكيل. جراي سكيل يعني درجات من الابيض للاسود بكل درجات الايه الرمادي. دي طبعا برضو تكبير تاني للصوره اهو، زي ما احنا شايفين كل الاورجانيلز او كل الحاجات اللي موجوده في السيلز بتطلع بالشكل ده بالالوان دي. طبعا كل حاجه ليها مدلولها وعلى حسب ايه انت بتصور ايه وانت عايز تشوف ايه في السبيسيمين بتاعتك اللي انت بتعمل لها اكزامينيشن. وزي ما اتكلمنا قبل كده على الالكترون مايكروسكوب واستخداماته، طبعا مهم جدا في تشخيص الرينال ديزيزز وبعض السكين ديزيزز تمام. ومهم قوي ان احنا نكون فاكرين الكلمتين دول عن الالكترون مايكروسكوب. هو طبعا بيكبر على الالترا ستراكشر او على التركيب بتاع الخلايا والاورجانيلز لدرجه اكبر من 500000 و600000 مره، فده طبعا بنشوف بيه حاجات كتيره جدا في الالترا ستراكشر او التركيب الدقيق خالص للخليه والاورجانيلز اللي جواها او المكونات تمام. طيب هنبتدي مع بعض ونشوف ايه هي البرنسبلز بتاعه الترانسميشن الكترون مايكروسكوب. من اول ما بجيب العينات، العينه بتاعتي اي عينه، الخلايا اللي انا بفحصها او السبيسمن اللي انا عايزها، لو عندي مثلا رينال بايوبسي باخدها على طول عايزه افحصها الكترون مايكروسكوب، باخد العينه تمام وبقطعها صغير قوي وبعمل لها اول حاجه واهم خطوه، اول واهم خطوه في اي بروسيسنج زي ما احنا متفقين هي ايه. سمع ناس بتقول الفيكسيشن زي اللايت مايكروسكوب كده، هو الفيكسيشن هو اهم واول خطوه وهو اللي بيعتمد عليه كل الخطوات اللي بعد كده، اللي هي الفيكسيشن دي امبورتنت اند كريتيكال ستيج في الايه في البروسيسنج. بعد كده بعمل لها بثبتها. انا بثبت ليه؟ بعمل فيكسيشن ليه؟ علشان احافظ على البروتينز والاستراكشرز اللي موجوده في الايه في السيلز او في السبيسيمين بتاعتي اللي انا عايزه احفظها اللي انا عايزه افحصها تمام. برضو نفس الفكره بتاعت الفيكسيشن في اللايت مايكروسكوب، بس هل هو نفس الفيكساتيف؟ لا، هنعرف دلوقتي ان الفيكسيشن فيكساتيفز بتاعت الالكترون مايكروسكوب مختلفه وهنتكلم عليها دلوقتي تمام. يبقى انا دلوقتي اول خطوه اللي هي الايه، بعد كده بعمل حاجه اسمها الديهايدريشن. ديهايدريشن برضو نفس الخطوه اللي كنا بنستخدمها برضو هناك في البروسيسنج بتاع اللايت مايكروسكوب، بقى بس هنا الديهايدريشن عن طريق الاسيتون او الايثانول، برضو سيريز جريدد سيريز يعني اسندنج جريدز من الايثانول. وبعد كده بعمل لها انفلتريشن زي برضو الخطوه بتاعه الانفلتريشن، بس هنا حاجه اسمها الايبوكسي ريزين تمام، الليكويد ريزين اللي هو ماده الايبوكسي او ال ار وايت ريزين. وبعد كده بعمل ببتدي بقى من البلوكس اللي انا عملتها الامبيدنج ماتيريال بلوكس صغننه كده، ببدا اقطعها على حاجه اسمها الالترا مايكروتوم. ونبدا نتكلم بالتفصيل. اول حاجه خطوه الفيكسيشن. خطوه الفيكسيشن دي زي ما اتفقنا هي اول واهم خطوه، ودي هي الموست كريتيكال ستيب في البروسيسنج بتاع السبيسمن للالكترون مايكروسكوب اكزامينيشن. السبيسمن بتاعتي بحطها بعد ما بقطعها صغير قوي كده، بعمل لها ايميرشن يعني بغطسها كده في ايه الفيكساتيف بتاعي. ايه هو الفيكساتيف او الموست امبورتنت فيكساتيف للالكترون مايكروسكوب اكزامينيشن؟ هو الجلوتاردهايد. الجلوتاردهايد نحفظ الكلمه دي زي اسمنا، مش الفورمالين ولا الفورمالدهايد ديريفاتيفز، هو الجلوتاردهايد تمام. بنعمل ايه؟ اول حاجه البرايمري فيكساتيف اللي هو الجلوتاردهايد ده، وبعد كده بعمل له بافرنج بحاجه اسمها الكاكوديليت بافر،
ده يعني ماده معينه كده. وبيقول لي طبعا ان انا لما بستخدم لازم يكون لابس جلافز ولازم اكون حاطط الاي بروتكشن او اللي هو الحامي بتاع الوجه ده، لان الكاكوديليت ده بفر ده بيحتوي على ماده الارسنيك، فطبعا لازم اما اجي اتخلص منها اعمل لها سيف بروبوزال سيف ديسبوزال في حاجه اللي هي زي الحاجات اللي هي بيولوجيكال هازارد وكده، مش بحطها على اي حاجه. وطبعا افويد ان انا الجلوتاردهايد ده يجي على السكين بتاعي لان هو اريتانت جدا. تمام. بعد كده بعمل بغسل تاني بالكاكوديليت بفر ووش، وبعمل برضو بوست فيكسيشن برضو بالبفر ده. تمام. وبعد كده كده العينه بتاعتي اتثبتت. كل حاجه طبعا ليها وقت وليها خطوات معينه انت لازم تمشي عليها، لكن طبعا التفاصيل الدقيقه دي مش عليك دلوقتي كاندر جراديوت. يعني عايزاك بس تعرف ان العينات بتاعت الالكترون مايكروسكوب دي بتكون صغننه جدا، حاجه صغيره خالص. انت بقى مش كونتينرز كبيره وحاجات كبيره زي بتاعت السبيسمن بتاعت اللايت مايكروسكوب كده، لا خالص. ده العينات انت لما بتيجي تعمل لها تثبيت انبوبه صغيره كده والعينه حته صغيره كده في القاع بتاعها، وبتحط انت عارف اللي هي البيبيتا اللي هي بتاعت الكيمياء دي اللي احنا كنا بنستخدمها دي، بتصب في الانبوبه الصغيره دي السوائل بتاعتك وترجع تسحبها تاني وتصب السائل اللي بعديه وترجع تسحبه تاني كده، لان العينات عندي صغيره جدا ولازم تحافظ عليها لا تقع او تفقد منك يعني، فلازم تكون بتحافظ عليها كويس قوي. تمام. بعد كده انت عملت الفيكسيشن، هتدخل على مرحله الديهايدريشن. الديهايدريشن بالايثانول او بالاسيتون، يعني حاجه من الاثنين، يا ايثانول يا اسيتون. بتستخدم انت استندنج جريدز من الايثانول 35 50 70 95 لحد 100%. ال 100% ايثانول ده بيتحط مرتين. تمام. وبتحط عليه حاجه اسمها البروبيلين اوكسايد. البروبيلين اوكسايد ده ماده كده ايه عشان تنقلك من مرحله الديهايدريشن لمرحله الانفلتريشن والامبيدنج بالايبوكسي ريزين. فده سولفنت بستخدمه اللي هو البروبيلين اوكسيد، ماده يعني خفيفه خالص كده. بس البروبيلين اوكسيد ده بستخدمه لما اجي بقى بعمل الخطوه اللي بعدها لما اجي احط الريزين واحد لواحد. تمام. الديهايدريشن تايم بيقول لك ان هو لازم بيعتمد على السايز بتاع العينه بتاعتك ونوع التشو، يعني مش كل حاجه بتعمل لها ديهايدريشن زي الثانيه، كل تشوز ليها بروتوكول معين في البروسيسنج لازم بنمشي عليه. مش كل تشو مش الكدني تشو زي النيرفس تشو زي الماسلز، لا كل حاجه ليها طريقه معينه في الديهايدريشن بتاعتها ووقت معين لازم تبقى ادجستد عليه وتمشي عليه. البروتوكولات عالميه طبعا احنا بنمشي عليها كلنا. بعد كده بنحط الريزين في مرحله اسمها الامبيدنج والانفلتريشن والامبيدنج. الامبيدنج ده اللي هو زي ان انا عايز اعمل بلوك، تمام، زي بلوكات الشمع كده والبارافين واكس في اللايت مايكروسكوب. هنا بقى الماده اللي انا بعمل فيها امبيدنج حاجه اسمها الايبون او الايبوكسي ريزين. ايه الايبوكسي ريزين ده؟ الايبوكسي ريزين ده عارفين انتوا الناس الحاجات اللي هي ممكن في ناس كتيره ممكن تكون عارفاها، الميداليات اللي هي بيبقى فيها حاجه زي الميه كده وفيها مثلا ورد مجفف او حاجات من دي. الماده دي بقى اللي هي ماده الايبوكسي ريزين دي بتبقى في اوقات ليها بتبقى سايله، وبعد كده ممكن انها بتبقى تحول لماده زي الجل بس جامده شويه كده او صلبه. تمام. فهي ماده الخواص الفيزيائيه بتاعتها متغيره. بنستخدم احنا بقى ماده الايبوكسي ريزين دي كامبيدنج ميديوم في العينات اللي انا بعمل لها بروسيسنج للالكترون مايكروسكوب اكزامينيشن. العينه اصلا بحطها في ايه لما اجي اعمل لها امبيدنج؟ انا كنت هناك بحط في مولد حديد كده لو تفتكروا القالب اللي انا كنت بصب عليه ده، فاكرينه؟ هنا بقى انا بستخدم حاجه اسمها بلاستيك بوليتس. يعني ايه بوليتس؟ يعني علبه صغننه بلاستيك كده مطوله شويه كده ولها غطا. تمام. بحط العينه تحت وبحط عليها بصب عليها شويه، مش بصب بقى ده يعني زي ما قلت بالبيبتا كده، بحط عليها شويه ايبون او الايبوكسي ريزين ده وبملى الايه بملى البوليت بتاعتي دي البلاستيك بوليت دي بحيث ان العينه تبقى تحت خالص في القاع بتاعها عامل زي المخروط كده، وفوقيه موجود الايه وحواليه بقى موجود الماده اللي هي الايبوكسي ريزين ده. وكده انا عملت بلوك وبحطه في الاوفن لدرجه حراره 60 اوفر نايت او حتى لمده 48 ساعه لحد ما الماده دي بتتحول بقى لماده صلبه وتعمل لي البلوك بتاعي. خلاص. بعد كده ببتدي اطلعها من الاوفن وبسيبها تبرد شويه وبقى تتحول بقى للماده الايه الصلبه اللي هو بقى عندي بلوك عباره عن عامل زي هو فعلا بيبقى عامل زي البوليت زي الرصاصه كده اللي هو له قاعده له ايبكس كده مخروطيه وبعد كده اسطوانه. تمام.
باخد بقى البلوك بتاعي ده اللي على الراس بتاعته، الراس بتاعته عليها الايه السبيسمين، صح؟ انا قلبته بقى كده، بقطع انا البلاستيك بوليت دي بكتر، بقطعها واطلع منها الايه، واطلع منها البلوك بتاعي، تمام؟ انتوا ممكن تشوفوا الكلام ده فيديو على يعني على اليوتيوب، وتشوف البروسيسنج كده كفيديو، تلاقي فيه حاجات كتيره يعني بتشرح عشان برضو انت تبقى متخيل الدنيا ماشيه ازاي، تمام؟ بعد كده سيكشننج ويز الترا مايكروتوم. بعد كده بقى باخد العينات واقطعها على المايكروتوم زي ما كنت بعمل برضو في الايه الميكروسكوب العادي، فاكرين؟ لا، هنا بقى المايكروتوم بتاعي اسمه الترا مايكروتوم. المايكروتوم ده نفس الفكره برضو، ان هو فيه نايف وفيه ايد كده بتعمل وبتقطع وكده، بس هو طبعا علشان الماده بتاعتي او البلوكات بتاعتي صغيره والسبيسمنز بتاعتي صغيره، هو مزود بميكروسكوب، هوريك الصوره بتاعته دلوقتي. ولازم اقطع انا على سكنس رفيع جدا، بس بقطع انا على مرحلتين. اول مرحله اسمها السيمي سين سيكشن، بعمل حاجه اسمها سيمي سين سيكشن، وده سمكه حوالي 1 مايكرون، تمام؟ وبعد كده العينات دي بقطعها على مايكروتوم تاني، بقطع بسمك من 50 ل 70 نانومتر، ده اللي هو الالترا سين، تمام؟ يبقى انا بقطع على مرحلتين، بقطع حاجه الاول اسمها السيمي سين سيكشن. ايه بقى حكايه السيمي سين سيكشن ده؟ اللي هو بتقطع بحاجه اسمها جلاس نايف، مش بقى الميتال نايف اللي احنا متعودين عليها في المايكروتوم العادي، لا. يبقى السيمي سين سيكشن، الكلمتين دول اهم كلمتين في الحته دي، ان انا بعمل سيمي سين سيكشن سمكهم 1 مايكرون على جلاس نايف، تمام؟ بالالترا مايكروتوم. بعد كده باخد السيمي سين سيكشن دي واصبغها بحاجه اسمها التوليودين بلو، الصبغه دي، وباخد العينات الصغننه دي بقى لما صبغتها واحطها تحت اللايت مايكروسكوب علشان اشوف انا فعلا كده العينه بتاعتي متقطعه صح، واحدد انه جزء اللي انا هختاره واصبغه واقطع عليه الايه الالترا سين، وان انا اعمله بقى بالالكترون مايكروسكوب اكزامينيشن، خلاص تمام، واشوف انا الاورينتيشن بتاعي مظبوط ولا لا. وزي ما قلت سيلكتنج سمول اريا للالترا سين سيكشن كمان، يعني هو العينه صغننه جدا، كمان هختار منها حتت اصغر للفحص بالالكترون مايكروسكوب. الالترا سين سيكشن بقى بتتعمل على سمك من 50 ل 70 نانومتر، تمام؟ بتتقطع بحاجه اسمها الدايموند نايف، الدايموند نايف، وبعد كده بعمل لها كوليكشن على جريد اوف ميتال. ايه بقى حكايه الجريد اوف ميتال ده؟ انت هوريك الصوره دي كده، ده منظر للحته بتاعه الالترا مايكروتوم، تمام؟ الجزء بتاع الالترا مايكروتوم اللي انا بقطع بيه، شايفين انت الجزء الازرق اللي عامل زي البوت ده، اللي عامل زي المركب الصغير ده، ده فيه ميه، تمام؟ والسكينه والحافه بتاعته هي اللي عليها السكينه اللي هي الجلاس نايف، وانت بتحرك وبتقطع، تمام؟ بيطلع عندك السكشن يعوم على المية دي، نفس فكرة ايه، ان انا كنت بقطع هناك وباخد بالفرشة واحط على الووتر باس، بس انا طبعا هنا عشان العينات صغيرة جدا مفيش مجال بقى ان انا اشيل من مكان واحط في مكان تاني، لا، هو انا بقطع على المية على طول، تمام؟ وبدل ما بلقط بجلاس سلايد لو تفتكروا، لا، انا بلقط بحاجة اسمها جريد. ايه هو الجريد ده؟ ده زي عارف زي بتاع كبسولة كده او ميتال، حتة ميتال رفيعة ومدورة كده، هوري لك صورتها كمان شوية، اللي هي ايه بقى، بتاع رفيعة كده ومخرمة بدل السلايد، ده هو الجريد اللي بلقط عليه الايه العينة بتاعة الالكترون مايكروسكوب، تمام؟ تمام. هو كمان هنا بقى بيقول لي ان الجريدز دي ممكن احط عليها حاجه كمان اسمها الفورمافار فيلم. ايه الفورمافار فيلم ده؟ الجريد ده كبسوله صغيره كده ومخرمه، بتبقى متعالجه بطريقه معينه، محطوط عليها ماده اسمها الفورمافار ديت علشان تعمل سبورت كمان للالترا سين سيكشن اللي متقطعه 50 ل 70 نانو، دي رفيعه جدا جدا، فلازم نعمل لها سبورت على الايه المش بتاعه الجريد. المش يعني الايه، يعني المش ده اللي هو زي الشبكه يعني المخرم كده، الجريد ده ميتال مخرم، معدن ومخرم، تمام؟ بحط عليه الفورمافار فيلم ده، وبعدين بلقط عليه الايه الالترا سين سيكشنز اللي متقطعه بالدايموند نايف. ده طبعا حاجه مهمه جدا علشان يسبورت الايه العينات الرفيعه قوي دي، ولازم يكون لازق كويس على على الميتال جريد ده، الفورمافار فيلم على الميتال جريد يكون لازق عليه كويس، علشان هو هيتعمل له بريباريشن بعد كده مع السبيسمن، وهيبقى موجود معايا طول الوقت، فلازم يبقى سترونج وكلين، ولازم يكون اتاتشت كويس على الجريد، تمام؟
الفورمافار فيلم ده كمان ممكن يكون متغطي بلاير من الكربون. الكربون ده هيخلي العينه بتاعتي الالترا سين سيكشن تبقى ثابته كمان على الفيلم وتبقى ثابته ولما تتعرض للالكترون بيم. تمام، كل ديت حاجات في التفاصيل، يعني ايه اعرف عنها فكره بس. تمام. دي صوره اهي لصوره الايه دي نمبر ايه اللي هو على الشمال ده عباره عن الالترا مايكروتوم. تمام، هو طبعا مزود، لما تشوفه من بره كده هتقول ده مايكروسكوب، لا هو مزود طبعا بعدسات علشان اقدر اشوف، لان الحته اللي احنا بنقطع عليها اللي انا كنت جايبه لك صورتها من شويه ديت ما تقدرش تشوف انت بالعين المجرده، السكشن صغير جدا ورفيع جدا، فلازم تبص من خلال الايه الميكروسكوب. ودي النايف هولدر، ان طبعا بتشيل انت الجلاس نايف بعد ما تقطع سيمي سين وتحط الدايموند نايف لما تيجي تقطع الالترا سين. تمام، الشكل الثاني اللي هو على البي ده، ده البار اللي انت شايفه ده، الحاجات الدوائر الصغيره اللي انت شايفها دي، ده الجريدز، دي الميتال جريدز اللي متغطيه بالفورما فار. ده الجريد اللي بلقط عليه الايه السبيسمن من على البلاستيك اللي هو البتاع اللي هي فوق دي، اللي هي الدايموند نايف دي بقى فيها ميه، عليها ميه برضو علشان القط منها الايه، القط منها السكشن اللي اتقطع. فاهمين انتوا الحته دي؟ بدل ما كنت بلقط هناك بجلاس سلايد من على الميه في الووتر باس، انا بلقط على الميه محطوطه تحت النايف بالظبط، انا بقطع عليها وبلقط بيها بالايه بالميتال جريدز اللي انت شايفها دي، ومتغطيه بالفورما فار. خلاص كده تقريبا الايه الصوره وضحت معايا، شايفين قد ايه العينات صغيره، عشان تبقى برضو متخيل ان الدنيا صغيره قوي، العينات صغيره قوي، الجريدز دي صغيره برضو، كل الحاجات دي حاجات صغيره قوي، فانت لازم تتعامل معاها بفاين فورسيبس وحاجات رفيعه جدا، وتتعامل ببيبتس، بتتعامل بحاجات صغيره قوي. خلاص تمام. بعد كده هنوصل لمرحله بقى ان احنا هنعمل ستيننج. احنا كده عملنا سكشننج، عايزين نعمل ستيننج ونصبغ الايه، ونصبغ العينات بتاعتنا. هنصبغ بايه؟ طبعا في اللايت مايكروسكوب انا كنت بصبغ طبعا بالروتين ستيننج اللي هو الاتش ان دي اي والحاجات دي، لان الصبغات العاديه دي بتمتص الضوء وبشوفها على طول على اللايت مايكروسكوب، صح؟ انما انا هنا في الالكترون مايكروسكوب العينات بتاعتي ديت الترا سين رفيعه جدا، تقريبا ترانسبيرنت، ولو الالكترون بيم عدى كده من خلالها ممكن اصلا يبوظ الدنيا ويعمل ديستروي للماتيريال والاورجانيلز والتيشوز وكل حاجه. فلازم بصبغ بحاجه اسمها هيفي ميتالز. يعني ايه هيفي ميتالز؟ الحاجات اللي احنا هنصبغ بيها ديت لازم تمتص الالكترون بيم، تمتصه وتعمل له، وكمان تعمل له سكاترنج وتفرقه. دي حاجات في البرنسبل بتاعته، يعني ممكن تكون هي معقده شويه بس يعني ايه عايزاك تتخيلها او على الاقل تعرف الاسامي. ايه الهيفي ميتالز اللي احنا بنستخدمها؟ اللي هي الليد واليورانيوم، الليد الرصاص واليورانيوم. تمام، دول اللي احنا بنستخدمهم كبوزيتيف استين. تمام، الليد اسيتيت واليورانيل ده هنستخدمه دلوقتي. تمام، دول بصبغ بيهم العينات. تمام، ويعني هو مش طبقة، انت بتحط كده نقطة اليورانيل اسيتيت ده بتحطه وتحط عليه الجريد. تمام، بس هو كده خد الصبغة وبتسيبه طبعا لوقت معين، وبعد كده بتحط بقى في الايه في الليد سيتريت. الهيفي ميتال سولتس ديت لما بتدخل، لما انت بتحط بقى الجريدز فيها بتمتصها التيشوز بتاعتك، بتمتصها وكمان بتدخل في الاورجانيلز. زي ايه الاورجانيلز؟ زي الميتوكوندريا مثلا، الجولجي اباريتوس، دي الحاجات اللي احنا بندور على الديزيز فيها، لان طبعا لو الديزيز في الخليه بشكل عام ما احنا هنشوفه في اللايت مايكروسكوب، ان انا بدور على الترا ستراكشر، التركيب بقى اللي هو اللي جوه الخليه نفسه، انا عايز اشوف الحاجات اللي جوه الخليه نفسها، ايه التغيرات اللي حصلت فيها. فالاورجانيلز والماكرو مولكيولز اللي بتبقى جوه في السيلز بتاخد الابسورب الهيفي ميتال ديت، الحاجات اللي هو الليد واليورانيوم ده، وبتتفاعل معاه وبتمتصه وبيبقى جزء منها. فلما يعدي الالكترون بيم بقى بيعتمد على التفاعل ما بين الهيفي ميتالز والايه والالكترون بيم ده بدرجات بقى متفاوته، حاجات بتمتص بصوره اكبر، حاجات لا بتبقى الكترون ليوسنت يعني بتبقى خفيفه بتظهر جراي كده فاتح، حاجات تبقى الكترون دنس تظهر سودة قوي، زي ما وريتك الصوره اللي في الاول بتاعت الايه بتاعت الالكترون مايكروسكوب، الصور اللي طالعه يعني منه. البوزيتيف ستيننج زي ما اتفقنا اللي هي اليورانيل ايونز ديت بتتفاعل مع
اكتر حاجه مع الفوسفات والامينو جروبس بتاعه النيوكليك اسيد، علشان كده دايما بتبقى تاخد النيوكليس اكتر يعني، تمام، ومع شويه بروتينز تانيين كمان ممكن ياخدوها. انما الليت ايونز دي بتتفاعل مع الحاجات اللي هي نيجاتيفلي تشارجد زي الممبرين، الممبرين اللي هو الغشاء بتاع الخليه، الغشاء بتاع الميتوكوندريا، الغشاء بتاع الجولجي اباراتس، جهاز جولجي، كل الحاجات دي يعني كل ماده او كل ستين انا بستخدمها بتصبغ حاجه معينه، زي احنا متفقين في الهيماتوكسيلين والايوسين، الهيماتوكسيلين كان بيصبغ النواه والايوسين كان بيصبغ السيتوبلازم. هنا برضو اليورانيل ايونز دي بتاخد النيوكليك اسيد، لكن الليد ايونز بتاخد الايه الممبرين. دي برضو معلومه مهمه ممكن تجي لك في الام سي كيو تركز عليها. طيب الجريدز اللي بعد الجريدز اللي احنا شفناها اللي هي بتوع الميتالز، الدوائر الميتالز الصغيرين دول بعد ما سبقتهم بالهيفي ميتالز زي اليورانيل اسيتيت والليت سيتريت، ايه بعمل ايه بقى؟ بحطها في اليورانيل اسيتيت ده لمده 25 دقيقه، بعد كده بشطفها لاربع مرات بالميه بعد بيور ووتر، بعد كده بحط الجريدز في 1% ليد سيتريت لمده 5 دقائق، وبعد كده تاني بشطفها في الميه وبخزنها بقى للفحص على الالكترون مايكروسكوب. خلاص، طبعا البروسيجرز ديت بتختلف من سبيسيمن لسبيسيمن، زي ما قلنا كل حاجه ليها بروتوكول معين في التعامل، الوقت في الصبغه بتاخد ايه ما بتاخدش ايه، بتقلل الوقت بزود الوقت، كل الحاجات ديت ليها بروتوكولات معينه عالميه احنا طبعا بنمشي عليها، ولازم انت كفني معمل بتتعامل مع الحاجات دي، وكل يعني كل التعليمات دي بتبقى مكتوبه وبتمشي عليها بالمظبوط. بعد كده هنوصل للحته بتاعه الاميون جولد ليبلنج. ايه بقى حكايه الاميون جولد ليبلنج ده؟ زي ما قلت لك ان زي ما انت بتعمل في اللايت ميكروسكوب العادي بتعمل اميون هيستوكيمستري، بتدور على انتيجين فبتحط له انتي بودي معين يمسك فيه ويبين التفاعل ده بماده معينه، صح؟ ده البرنسبل بتاع الاميون هيستوكيمستري. هنا برضو في الالكترون ميكروسكوب انا ممكن اعمل اميون رياكشن اللي هو انتيجين وانتي بودي، يعني ازاي؟ بس بستخدم حاجه اسمها الجولد. التكنيك ده بستخدمه علشان اديتكت، بستخدم انتي بوديز عشان اشوف انتراسيلولار لوكيشن اوف ستراكشرز اوف بارتيكولار بروتينز، يعني انا بدور على بروتين معين في الخليه او انتيجين معين يعني في اللي بدور عليه في الخليه فين هو موجود فين حته بالظبط، فبعمل له اميون جولد ليبلنج. بعمل الالترا سين سيكشنز، بقطعها على الالترا مايكروتوم اللي هي سمكها من 50 ل 70 نانو، وبعمل لها ليبلنج بانتي بوديز على حسب بقى الانتيجين اللي انا بدور عليه، والانتي بوديز ديت تبقى ليبلد بي جولد بارتكلز بالذهب، تمام. طبعا دي حاجه بقى يعني غاليه قوي بقى علينا، فديت يعني التكنيكس دي ما بنستخدمهاش طبعا باستمرار، بتستخدم في حاجات معينه في امراض معينه ليها طبعا انديكيشنز مهمه هتبقى طبعا تعرفها في مجالها ان شاء الله. الجولد بارتكلز ديت ليها قطر، كل حاجه ليها بقى قطر معين، اللي بياخد اللي بيرتبط بانتي بودي واحد اللي بيرتبط باثنين على حسب، تمام. بعد كده الالكترون مايكروسكوب بقى يعني اللاب اللي انت بتتعامل معاه او المكان بقى بيبدا بقى ان هو انت بقى كفني معمل يعني تبدا ان انت تعمل السبيسيمن بتاعك البروسيسنج عادي بعد ما تعمل الاميون ليبلنج ده، وتعمل امبيدنج في الايبوكسي ريزين او الايه او الار وايت ريزين ده، وبتستخدم التكنيك اللي زي ما قلت دي حاجات بروتوكولات عالميه احنا بنمشي عليها. كده انت عملت اميون جولد ليبلنج. دي صوره للاميون جولد ليبلنج اهو، الاصفر ده اللي هي الجولد بارتكلز اللي هي سمكها حوالي 10 نانومتر، ده طبعا صوره بالالكترون مايكروسكوب، ده بس توضيح كده للعمليه بتاعه الاميون جولد ليبلنج. انت المفروض تعرف ايه في الحته دي لما حد يجي يسالك الماده اللي احنا بنعمل بيها الاميون في الالكترون مايكروسكوب، هتقول لك الاميون جولد، بس ده اللي انت المفروض تعرفه بس دلوقتي حاليا يعني. بعد كده الكرايو تكنيكس، ان انا برضو ممكن استخدم زي ما في الاميونو هيستوكيمستري كنا بنستخدم ممكن فريش تيشوز معموله بالفروزن والكرايو، انا برضو هنا في الالكترون مايكروسكوب ممكن استخدم فريش كرايو فروزن سيكشنز، تمام، ان انا بجيب العينات فريش واعمل لها سناب فروزنج وابتدي اتعامل معاها واعمل لها فحص بالالكترون مايكروسكوب، برضو بالالترا اعمل لها برضو الترا سين سيكشن للانفيكسد او الفيكسد كرايو بروتكتد او رابيدلي فروزن سامبل على طبعا تمبريتشر هنا طبعا اقل بكتير من طبعا توصل لحد سالب 160 درجه، تمام، علشان اقدر اعملها.
بعد كده بحط الماتيريال بتاعتي برضو في الاسيتون في الديهايدريشن، وبعد كده بعمل لها الامبيدنج بالريزين برضو زي ما احنا الخطوات زي ما احنا ماشيين عليها بتاعت الالكترون مايكروسكوب عادي. طبعا العملية دي كلها بتتم في درجة حرارة طبعا تحت الصفر طبعا علشان كل المواد بتاعتي فريش وانا عامل لها فريزنج تمام. وبيقول لي بقى برضو ان انا هنا طريقة الفريزنج او ان انا اجمد بالفريش سيكشنز دي يعني مفيدة في ايه، ان هي بتحافظ على كل الكومبوننتس بتاعت السامبلز وما بتعملش اي ما تعمليش اي ديناتوريشن للبروتينز، ما بتبوظش اي بروتينز، بتفضل محافظة عليها بالمظبوط طول فترة البروسيسنج. وبعد كده في النهاية خالص العينات بتاعتي بتبقى انفلتريتد بالريزين العادي برضو اللي هو الايبوكس ريزين، وبعمل منها بلوكات وببدأ برضو ان انا اقطعها على الالتراسين الالترا ميكروتوم واعمل منها السكشنز اللي احنا هنبتدي بكده نسبخها ونفحصها تمام. طبعا المادة اللي هي بتاعت الريزين دلوقتي في كفريش ماتيريال دلوقتي انا بعمل بس بتعامل مع عينات فريش، فانا لازم بعمل لها بوليمرايزيشن بالايه بالالترا فايولت تمام. العملية دي بتتم تحت الترا فايولت لام في درجة حرارة تقريبا سالب 45 درجة تمام، بالالترا فايولت لام تحت 45 درجة طبعا. وبعد كده بنقلها جرادولي للروم تمبريتشر لان انا بتفاعل طبعا بعمل بقطع والحاجات دي كلها في روم تمبريتشر، فلازم انقلها بالتدريج للروم تمبريتشر علشان اقدر اتعامل معاها وما تسحش مني تمام. طبعا العينات ديت بعد كده بتبقى جامدة برضو وبتبقى هارد تمام، وبقدر اتعامل معاها يعني بتبقى متحول بقى بعد كده لبلوكات من الايبوكس ريزين عادي يعني ما بتبقاش بقى ما بتسحش مني ولا حاجه. برضو الكلمتين بتوع الكرايو تكنيكس والاميونو جولد ليبلنج دول يعني ايه كانت كطالب برضو هي ادفانسد عليك شويه، انت بس تعرف الكلمات المهمه اللي احنا ركزنا عليها درجات الحراره اسامي المواد المستخدمه بس كده، ده اللي انت تركز عليه. ان شاء الله بقى باذن الله تكونوا استفدتوا طبعا من المحاضره، ومستنيه اي تعليق او اي اسئله او استفسار في الكومنتات طبعا، وانا باذن الله ان شاء الله هرد عليها في اقرب وقت باذن الله. وفي النهايه طبعا بشكركم وبقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وان شاء الله بالتوفيق باذن الله.